نقدم للمحكمة دليل إنه أجو لساته عايش رح تنحكم مؤبد. جاي ساعده. بترجاك ساعد بنتي. بترجاك أنقذ حياتها من الموت. عمي لا تخاف، أنا رح ساعدها لسانجانا وما رح أتركها بنوب مهما كلفني الموضوع. بوعدك بهذا الشيء عمي. لازم أعرف مين اللي خبره لأجاي بكل شيء. مين يا ترى؟ شاينا أكيد هي اللي خبرت أجاي بالحقيقة. أنا بورجيكي يا شاينا. أنا كيف فيني جيب دليل قوي؟ لازم ساعدها. الوقت عم يمر، شو بدي أعمل؟ وين بده يختفي آجو؟ كيف بدي ساعدها لسانجانا؟ أنا قلت لك كيف فيك تساعد سانجانا. تزوجني وانقذ حياة سانجانا. الحكم رح يطلع بعد يومين وما فيك تعمل شي، ووقتها أكيد هنن رح يحكموها طول حياتها بالسجن وما رح تقدر تعمل شي أبداً. شاينا قولي لي عنوان آجو وأنا بوعدك إني أتزوجك. شو؟ شو قلت هلأ؟ بترجاك تقولها. ما عم صدق حالي. بترجاك قولها. إيه شاينا، أنا رح أتزوجك، بس قبل ما أعمل أي شيء بدي دليلي دينا لشريا، وأنت الوحيدة اللي بتقدري تساعديني. جلسة المحكمة باقي لها يومين بس، وإذا ما خبرتيني وين متخبي آجو، سانجانا رح تنحكم مؤبد وأنا ما رح خليها بالسجن. أنت لا تخاف أبدا، أنا رح أساعدك آجاي. أنا رح أحكي الحقيقة كلها قدام الكل. ورح أوفي بوعدي. بس يا ترى أنت رح توفي بوعدك؟ أكيد رح أوفي بوعدي شاينا. أجاي بيوم الجلسة رح أجيب أجو على المحكمة بإيدي هدول، ووقتها رح يتركوا سانجانا وأنا وياك رح نضل مع بعض للأبد. سانجانا سامحيني، الغلط غلطي. أنا ما قدرت أحميكي، بس ما رح أرتاح بنوم لو بدي أقلب الدنيا كلها.